أعود إلى موضوع الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس وأهم مميزات هذه الدورة، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من الرباط الأستاذ عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أهلا بك معنا. أهلا الأستاذ صفية، أهلا المشاهدين الكرام. إذن الأكيد تحدثنا بالأمس عن هذه الدورة، نريد أن نعرف من في رأيكم يعني ما هي مميزات هذه الفكرة الجديدة هذه السنة بتخصيص أروقة للجهات الاثني عشر في إطار يعني تفعيل الجهوية المتقدمة. هو يعني هو يمكن نقول أن هذا كيميز المعرض، لكنه ضرورة لا منص منها، لأن الدستور بدأ التفعيل دياله في إطار التوجهات الجديدة، الدستور الجديد في 12 جهة. إذا التمثيلية التي ستكون في المعرض فطبيعة الحال غادي تكون 12 جهة، ما كنتصوروش، خاصة أن الدستور خاضع لتفعيله ويسير الآن نحو نهاية التفعيل من غير المراسم التي يسهر على تطبيقها على يعني تشريعها البرلمان الآن والمصادقة عليها. يعني الأمور لا بد أنه 12 جهة، ما يمكنش نصوره 15 ولا 16، وإلا غيكون ما بين الأرض الواقع وما بين المشرع الدستوري هناك اختلاف كبير. هذا طبعا الحال إلا بغيت نقوله سمحي لي الله صفية أنه لا يميز لأنه فعل، لكن ما كان يجب أن يميز هذا الحدث الكبير السنوي الهام جدا كان يمكن أن يكون على أرض العرض، على أرض بالنسبة لهذو كل الأروقة، بالنسبة لطريقة تواصل الناس اللي كيشهروا هذوك المنشطين او العارضين او غير ذلك اللي كيسهروا، لم يتم تكوينهم رغم انهم كيكرروا نفسهم. هذه الان دوره من وراء دوره كيكرروا نفسهم بعد دورات تقريبا، وكنشوفوا بانه يعني ما كاينش واحد المستوى تاهيلي في التواصل، لان خصنا نعرفوا ان من غير المقاولات ومن غير راه كاين ناس فلاحين راه كاين كذا، الا لابد من توجيههم وتاطيرهم ومساعدتهم. هذا الجانب الاول. الثاني ايضا وهو اننا نعيش مرحله ديال نصف جفاف، الا بغينا نقولوا شبه جفاف، بغيت نقول اصبح مؤكد يعني خاصه في المناطق التي تعاني كثيرا اللي هي كما شرط البارح اللي هي الرحامنة اللي هي الحوز اللي هي السراغنة اللي هي هناك مناطق هناك اللي هي شيئا ما الجنوب. اذا التطوير اللي خص هاد الناس لما يجيو يحضروا المعرض الفلاحي تكون فرصه للتكوين والتاثير في مجال البحث العلمي في مجال تاهيل هذه المناطق للزراعات البديله والزراعات الملائمه التي تلائم التربه اللي هما فيها، وفي تقنيات وامكانيات ووسائل واليات مواجهه الجفاف او على الاقل التخفيف من حدته. حقيقه ان هذا المعرض يعتبر من طبيعه الحال وسام على صدر المغرب، لانه معرض كبير جدا تكون فيه مشاركه هامه جدا، لكن لا بد دائما من الاشاره الى الاختلالات التي تطبع خاصه في يعني في الروتين وفي مشاركه نفس الوجوه، مشاركه نفس التعاونيات وفي مشاركة نفس المقاولات. فهو فرصة من طبيعة الحال تواصلية هامة وإعلامية هامة، لكن يجب أن تكون فرصة تأطيرية وتأهيلية وتنموية، وهذا المهم علاش معروض، وهذا باش كيحظى برعاية سامية جدا ودائما بحضور سامي جدا، إما كيكون في جلالة الملك إما كيكون في صاحب السمو المرشد، وها هو هذه السنة ولي العهد. إذا نحن أمام حدث كبير فعلا، لكن هذا الحدث يجب أن يشكل فرصة أو مناسبة ثانوية لانطلاقة جديدة لفلاحة المغرب تشبه بالموازاة مع بعض الحال المشروع الكبير اللي كيتسمى المخطط الأخضر. نعم. واللي حتى نعم. هو رافينا واقف. تعتقدون يعني أن شعار الدورة يستجيب يعني لهذه المطالب، فلاحة مستدامة، مقاومة التغيرات المناخية خصوصا في هذه الظرفية كما ذكرت التي تتميز ربما بقلة التساقطات؟ لما كانت لا سمية في العهد السابق كان كيدار المناظرة الوطنية للجماعات المحلية، كان المغرب في هذاك الوقت كله كيتوجه نحو هذه المناظرة الوطنية، لأن كدار بين في يعني واحد الحدث كبير وبإعلام كبير جدا. ولكن مرة كنسمع من عند مسؤول هام بأن المهم في هذه المناظرات هو الإعلام والوثائق، هذا كيكون خطأ بعض المرات، ماشي الشعارات من طبيعة الحال هي المهمة،
أرض الواقع اللي هو مهم. احنا أمامنا مخطط المغرب الأخضر واللي هو عنده طموحات كبيرة جدا واللي انطلق في العمل في الميدان في 2009 وكانت انطلاقته على بإشراف جلالة الملك في 2008 واللي تحطت فيه أموال استثمارية هامة جدا. أنا قلت لك البارح أنه 50 مليار درهم مشات استثمارات ولكن كانت الدولة كتطمح لواحد المبلغ اللي هو مهم غير هي بحدها كانت حاطة فيه واحد 60 مليار ديال الدرهم اللي هو مبلغ كبير ولا ما يقرب من 70 66 اعتقد واللي في القطاع الخاص وصندوق الحسن الثاني هذا 800 مليون هذا كذا الى اخره. هذا الحدث الكبير جدا لما كنجيو نشوفوا لان لابد لكل حدث من بعض الاختلالات في الميدان. الان كيخص المخطط الاخضر يوقف على هذه الاختلالات ماشي نمشيو هكذا حتى الاخر وفي الاخر يجي واحد نعت. راه وقعت لنا ازمه مع اصلاح التعليم، راه وقعت لنا ازمه مع اصلاح الاداره، راه وقعت لنا ازمه مع اصلاح القضاء. فلا يجب ان يكون اصلاح الفلاحه بنفس الاسلوب الروتيني ديال لنطلق بحال شي صاروخ وبعد ذلك بدون توقف، دائما لابد من مهله، هكذا كخص المعرض ديال 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 المكناس يكون. طبعا الشعار مهم جدا، طبعا استضافه دوله شقيق كالامارات العربيه شيء مهم ويميز هذا المعرض. نعم دعنا نتحدث يعني عن هذه الاستضافه الان، والامارات نعرف انه هو اول مستثمر عربي في المملكه، كيف يمكن يعني للتعاون الفلاحي الآن الذي يأتي في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الخليج أن يساهم بدوره في تنمية هذه العلاقات؟ هو صرتي السؤال ديالك الله صفية بطريقة جيدة جدا لأن الآن بالموازاة مع المساهمة ديال الإمارات في معرض مكناس جلالة الملك موجود حاليا في الخليج العربي، كان في السعوديه، في البحرين، في قطر. الامارات عاده هي يعني بلد شقيق ووجهه لجلالة الملك وصداقه دائمه وشراكه دائمه واستثمارات واتفاقيات ولجنه عليا، هادشي كله كاين عندنا مع الامارات ولكن ايضا مع دوله بحال المملكه السعوديه الشقيقه وغير ذلك. هاد الدول هي حليف دائم، شريك دائم. الان ايضا تاخذ وجهات جديده في حياتها الاقتصادية كما سمعنا البارح الحدث المهم جدا اللي كنحتفلوا به كاملين ديال المملكة السعودية بإعادة النظر في اقتصادها واعتمادها على صندوق سيادي طبعا خارج صندوق النفط. كل هذا مهم بالنسبة لنا احنا، لكن الإمارات عندها واحد التوجه هام استثنائي كون أن الإمارات كانت نقصات من الحدة ديال البترول ووجهات ديال النفط ديال الاعتماد على النفط ووجهات نظرها نحو العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات وأيضا الاستثمار في التكنولوجيا. يعني دولة صديقة بحال الإمارات يمكن أن نتبادل معها الاستفادة كبيرة خاصة أن الأرضية ديال الإمارات اللي هي أرضية قاسحة من حيث المناخ صعبة في مواجهة الفلاحة ومع ذلك تجتهد هذه الدولة لجعل هذه التربة ملائمة ولخلق حياة نشيطة جدا بما في ذلك ربما هي فرصة للاستفادة من الخبرة المغربية خصوصا أن الإمارات لا تشكل الفلاحة في ناتجها الداخلي سوى 1%، إذن كيف لها أن تستفيد من هذه التجربة المغربية بمناسبة الملتقى؟ احنا الاستفاده من الدول الخليجيه بصفه عامه مهمه لنا بزاف، لكن فاش في هذه المناطق اللي تحدثت عليهم قبيله والتي تعاني كثيرا من المناخ هذه مهمه جدا. في المناطق الصحراويه ديالنا ديال الجنوب مع الاقاليم الجنوبيه في اطار المخطط التنموي لاقاليم الجنوب مهم بزاف ان تكون لنا طورة تكنولوجية على كيفية استعمال المياه على المياه ديال البحر من طبيعة الحال في إطار الفلاحة على الفرشات المائية وكيفاش تدبيرها لأنك تكون منعدمة في بعض المناطق الصحراوية على التربة وكيفية جعل. الآن المخطط الأخضر مثلا استفدنا منه كبير في الرفع من المغروسات، هذا شيء كبير جدا. راه وصلنا واحد الارتفاع بنسبة 13 ولا 14%، ماشي رقم سهل يعني مهم جدا. استفدنا في تحديث الفلاحة وهذا التحديث يمكن يكون مزيان مع دول الخليج ايضا في اطار التعاون. استفدنا ايضا اننا كننقلوا الخبره ديالنا والعصرانه ديالنا والتحديث ديالنا في اطار تعاون جنوب جنوب وفي اطار استثمارات مع اخواننا الافارقه.
استفدنا ايضا اننا رحنا عندنا 140 سد، وهي سياسه كينفرد بها المغرب ديال المياه من طبيعه الحال. لما كانت قال الراحل الحسن الثاني بان مليون هكتار هو الهدف، الان تجاوزنا مليون هكتار، وتزاد فضل الله بهذا المخطط الاخضر اللي كيجري وراء. ولكن ما نساوش ان المخطط الاخضر لا زال كيعاني الفلاحين من بعد الحيف، الفلاحين البساط الفقراء. راه عندنا لاله صفيه ما يقرب من 85% من الفلاحين هما هادو اللي عندهم واحد جوج كتارات ثلاثه اربعه، وهادو مازالت كيتجسدوا مشاكل فاش؟ في المساطر، في التعامل مع الاداره، في التوجيه، في الارشاد، في التكوين، في التاطير، في غير ذلك. وهذا الشيء ما استطاعش المخطط الاخضر باش يحقه بواحد الشكل واضح. ومن طبيعه الحال لابد انه رحنا شفنا شنو كيوقع احيانا بعد الاختلالات السيريه الاداريه اللي طفات على السطح، وخصنا نقولوا احنا ما عندنا ما نخموا هذه بلادنا. وهذا الشيء الا احنا تجاوزناه في المرحله المقبله للمخطط الاخضر، غيكون المغرب غيخطو ان شاء الله الرحمن الرحيم خطوات يعني هامه في المجال الزراعي، واللي كتنضاف الخطوات الهامه اللي كيخطوها الان في المجال الصناعي، واللي كيغير بها الاقتصاد الوطني ديالو. نعم السيد عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.